بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا يعني النهاردة أول يوم العيد، كل سنة وحضراتكم طيبين. يعني بوريكم كده ملامح من مظاهر العيد في مدينتي. وطبعا لازم يكون أول واحد بيعيد معانا طبعا سيزر الحارس الأمين. سيزر هو مشغول طبعا في الأكل دلوقتي. طبعا المدينة هادية جدا، يعني حتى التكاتك يعني المواصلات يعني ضعيفة جدا، مفيش عربية، كل فين وفين على بال ما عربية بتعدي. طبعا كله معيد، يعني كل سنة وحضراتكم طيبين. حبيت بس أوريكوا صورة كده عن مظاهر العيد في مدينتي. طبعا شايفين طبعا الشوارع برضه شكلها ايه. حتى الجولف والمناطق اللي هي بره برضو ما فيهاش حد خالص، يعني تقريبا الناس كلها في البيت. طبعا عشان الحظر كمان ما فيش حد بينزل، وكله يعني في البيت. وربنا يرفع البلاء ان شاء الله، وكل عام وانتم بخير ان شاء الله.